ضمت حملات التوقيف المستمرة للناشطين والسياسيين في تونس عضو المكتب السياسي لحركة النهضة سامي الطريقي، الذي قال أن النيابة العمومية التونسية أوقفت القيادي بالحركة الحبيبة اللوز في قضايا ذات صبغة مالية. كما وأعلنت جبهة الخلاص الوطني التونسية المعارضة تحدي قرار الأمن التونسي بمنعها من التظاهر. ونقلت رويترز عن والي العاصمة تونس رفض الترخيص لجبهة الخلاص المعارضة بالاحتجاج، معللا رفضه بشبهة التآمر على أمن الدولة، في حين رد القيادي في جبهة الخلاص رياض الشعيبي بأن الجبهة لن تستجيب لقرار منعها من التظاهر وستنزل للشارع الأحد المقبل. في السياق، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي التونسي نبيل حجي إن البلاد تعيش كارثة سياسية عنوانها قيس سعيد ونظام حكمه. وأضاف خلال مؤتمر صحفي لتنسيقية الأحزاب الديمقراطية والاجتماعية أن الرئيس التونسي أعطى لنفسه جميع السلطات والصلاحيات لإرساء الاستبداد وفق تعبيره. أتحدث عن الاستبداد وليس عن الدكتاتورية، لأن الدكتاتورية صدرت بالرأي الرسمي للجمهورية التونسية يوم 22 سبتمبر 2021 بنص قانوني أعطى به قيس سعيد لنفسه جميع السلطات والصلاحيات. منذ 25 جويلية لليوم ويمكن تسارعت الأحداث، كان ثبتوا للأسف، احنا ساعات يأخذنا تسارع الأحداث، يمكن اللي عمله قيس سعيد نجم نسميه مانويل دو بروسيدور أو دليل إجراءات إرساء دكتاتورية. بدوره قال خليل الزاوية رئيس حزب التكتل أن تونس تعيش مسارا خاطئا وفترة تركيز النظام الاستبدادي الجديد. وأضاف أن سعيد جاء بخطاب لتصحيح مسار الثورة ثم أسس مسارا لنظام فردي استبدادي وفق تعبيره. سلطة الكل رئيس الجمهورية في يده، كل سلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، ثم بدأ وانطلق في تأسيس نظام فردي استبدادي، بدأ بخطاب المحافظة على الثورة وتصحيح الثورة، ثم تطور إلى مسار كامل تأسيسي لنظام فردي استبدادي جديد، انطلاقا من الاستشارة الإلكترونية الفاشلة، ثم بدستور على المقاس. في المقابل، توعد الرئيس التونسي قيس سعيد كل من أجرموا على حد تعبيره في حق الشعب التونسي، مشددا على أن هؤلاء لن يفلتوا من المحاسبة وفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية. وقال سعيد خلال لقاء سابق مع وزير العدل ليلى جفال إن من حق الشعب التونسي أن يحاسب في إطار القانون كل من تآمروا على أمن الدولة داخليا وخارجيا أو أرادوا التنكيل بالشعب في كل المجالات. ينضم إلينا مباشرة من تونس حمى الهمامي أمين عام حزب العمال التونسي. سيد حمى، مرحبا بك. إذن هذه التطورات المتسارعة في الأوضاع السياسية التونسية، كيف تنظرون إليها؟ جبهة الخلاص تقرر تحدي القرار الأمن والنزول في مظاهرات الأحد المقبل، وتصريحات من غالبية قادة الأحزاب منهم من اعتبر الأوضاع كارثة سياسية عنوانها قيس سعيد، كيف تنظرون إلى الأوضاع الآن؟ شكرا. وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل مدعوما بقوى سياسية ومدنية سينزل في تونس العاصمة يوم السبت، مع العلم أن آخر الأنباء أنباء هذا المساء تفيد أن السلطات منعت حوالي 14 أو ربما أكثر من مسؤولين نقابيين دوليين، منهم رئيس كونفدرالية النقابات العالمية وفيها نقابين من الجزائر والمغرب والأردن وفرنسا، منعوهم من المجيء إلى تونس، وفيها وأحدهم أطرد من المطار لدعم الاتحاد العام للتونسي للشغل. في الحقيقة نحن نعيش أزمة سياسية عميقة، أزمة اقتصادية مالية اجتماعية عميقة. الجديد في هذا الأمر هو أن قيس سعيد يمكن القول أنه مر إلى السرعة القصوى في محاولة الإجهاز
على المكتسبات الديمقراطية للثورة التونسية، الإجهاز على الحريات، وفي نفس الوقت هذه المحاولة تهدف إلى الاستبداد بالسلطة بشكل كامل، يعني يريد أن يتخلص من معارضيه ومنتقديه سواء كانت معارضات سياسية أو من المجتمع المدني، وبالمقابل إخلاء الجو، إخلاء المناخ وتوفير المناخ لفرض سياسة تقشفية مدمرة للشعب التونسي الذي يعيش في الخصاصة، يعيش في البطالة، يعيش في الفقر، يعيش في ندرة المواد الأساسية. بطبيعة الحال في ظرف مثل هذا الظرف لا يمكن لقيس السعيد، وهو المالك وهو الحاكم بأمره وهو المستبد بالسلطة بالكامل وهو الذي خرج من إطار الجمهورية بشكل مطلق، هو عبارة عن سلطان أو يعني المرشد الكبير، لا يمكنه أن يقول للشعب التونسي إنه يضرب المعارضة أو يسعى إلى تصفية معارضيه لإخلاء الساحة السياسية بالكامل من والساحة المدنية أيضا، بل إنه يسعى إلى خلق ذرائع مثل التآمر على أمن الدولة أو رفع شعار المحاسبة مقاومة الفساد. طبيعي نحن رفعنا شعار المحاسبة مقاومة الفساد الدفاع للسيادة الوطنية قبل أن يظهر قيس سعيد في الساحة، ولكن هذه الشعارات أصبحت كلمات حق يراد بها باطل. قيس سعيد منذ صعوده للسلطة وهو لا يتحدث إلا عن المؤامرات، طيب. ولا هو لا يتحدث إلا عن محاولة اغتياله، ولكن لا توجد إثباتات في هذا المستوى. نعم. وإنما في حقيقة الأمر في آخر مجموعة أوقفت من أجل التآمر على أمن الدولة. والسؤال هنا سيد حما الهمامي هو على ماذا يعول الرئيس التونسي قيس سعيد في هذه الإجراءات؟ على ماذا يعول عندما يوسع قاعدة الاعتقالات بهذا الشكل ما بين حزبيين ونقابيين وصحفيين وإعلاميين، ثم يتهم المعارضة في غالبيتها بالتآمر والخيانة، ويتعامل مع الممثلين الدوليين كما قلت قبل قليل بالمنع من الوصول إلى البلاد؟ على ماذا يعول في مواجهة هذه الحركة المعارضة المتنامية؟ هو في حقيقة الأمر وهذا قلته في الجزيرة مباشر من قبل، هو يعول على أجهزة الدولة أو ما أسماه زميلك بالأجهزة الصلبة، أي مؤسسات الدولة الأمنية العسكرية الإدارة العميقة، هو يعول على هذه الأجهزة. أما بالنسبة إلى الشعب فاستشارته لم تتجاوز مشاركة 5%، دستوره الشخصي الذي كتبه بنفسه ولنفسه لم يحصل حتى على ثلث الجسد الانتخابي، انتخاباته المهزلية لن تتجاوز المشاركة في 11%. هو في حقيقة الأمر يعول على أجهزة الدولة كما يعول أيضا على العائلات القليلة التي تتحكم في الثروة في تونس، وكذلك على بعض اللوبيات أو المؤسسات المالية والدول معناها في الخارج التي لا تريد لتونس أن تتطور إلى ديمقراطية حقيقية. وهنا يكون السؤال سيد حما الهمامي، أنا قلت اليوم في الندوة الصحفية كيف تقيمون موقف هذه الأجهزة الصلبة أو هذه الأجهزة المرتبطة بالدولة العميقة؟ يعني إن كان الأمر متعلق بالدولة العميقة فكيف تقيمون موقفها؟ كيف تنظرون إلى موقفها؟ وخاصة أنكم بصدد النزول إلى الشارع وأخذ حركة المعارضة من المقرات الحزبية إلى شوارع تونس. في الحقيقة الثورة التونسية أهم منجز للثورة التونسية هو الحرية، منع حرية التعبير، حرية التنظم، أهم منجز هو المكسب الديمقراطي. ولكن علي أن أقول أن القاعدة الاقتصادية الاجتماعية للديكتاتورية لم تتغير، وكذلك الأجهزة الدولة نفسها لم يقع تغييرها أو إصلاحها أو يعني ملائمتها
حتى مع ما جاء في دستور 2014 رغم هناته، وهو دستور عمد بدم الشهداء. هذه الأجهزة وهذه الأقليات الماسكة بالثروة في تونس لا تريد حرية صحافة، لا تريد حرية أحزاب، لا تريد أيضا مؤسسات تمثيلية حقيقية للشعب، لا تريد وجود اتحاد عمال قوي، هي لا تقبل النقد. ما يخدم مصالحها هو في حقيقة الأمر الاستبداد. كذلك المؤسسات المالية الدولية التي تريد فرض يعني إملاءاتها، نحن في بلد يجوع وهي تريد فرض مزيد من الجوع، رفع الدعم يعني مزيد تلهيب الأسعار، تجميد الأجور وهي أجور بؤس، وكذلك وقف الانتدابات في بلد يشكو من بطالة مليون معطل العمل ويشكو من وجود 4 ملايين فقير. ومع ذلك نحن في أزمة مالية، ولا يوجد، وقيس السعيد لا يحمل أي حل لأي مشكل في تونس اقتصادي اجتماعي ولو كان بسيط. لهذا نحن قلنا أن هذا الاستبداد وهذه الدكتاتورية وهذا القمع ليس الهدف منه لا محاسبة ولا مقاومة فساد ولا إيجاد حلول لمشاكل التونسيين، وإنما في حقيقة الأمر الهدف منه فرض الصمت المطبق على المجتمع لتمرير الإجراءات الموجعة للشعب التونسي. لذلك فنحن عارضنا كحزب عمال ولكن أيضا تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، عارضنا حملة القمع هذه التي تخاض تحت شعارات براقة ولكنها بمثابة كلمات الحق التي يريد بها باطل. نحن نناضل ونعمل للتصدي لهذه الهجمة على الحريات وعلى المكتسبات الديمقراطية للشعب التونسي. قيس السعيد لا يصحح الثورة، قيس السعيد يريد أن يقبض روح الثورة، قيس السعيد يريد في حقيقة الأمر وعد هذه الثورة التونسية والعودة بنا إلى مربع الاستبداد، ولكن بأشكال رثة وبأشكال أفظع وبأشكال أسوأ من الماضي. نعم. عن طريق منظومة شعبوية بالية يعني تتداخل فيها عناصر المحافظة، عناصر حتى العنصرية، ولا شك أنكم على علم سيدة حما بتصريح السعيد الأخير أن الأفارقة يريدون. إن كانت ركيزتكم الأساسية في الانطلاق نحو الشارع والخروج إلى المعارضة بهذا الزخم في الشارع، سواء يوم السبت كما تحدثت أو يوم الأحد كما دعت جبهة الخلاص، هو العودة إلى الشارع والاحتماء والاندماج مرة أخرى مع المواطن التونسي. السؤال هنا، إلى أي مدى تعتقد أن المواطن التونسي أعاد الثقة للنخبة السياسية التونسية بعد أن كان فقدها، وكان واضحا ذلك بشكل كبير في دعمه لإجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 من شهر يوليو؟ لا، نحن مر على 25 من يوليو 2021 زمن طويل، وخلال هذا الزمن اكتشفت في البداية ثمة أجزاء من الشعب التونسي تعاطفت، وهذا التعاطف كان حتى تعاطف سلبي وليس إيجابي، لأن هذا التعاطف لم يقد تعبير عنه لا في الاستشارة الوطنية ولا في الاستفتاء على الدستور ولا في الانتخابات الأخيرة، ولكن التونسيات والتونسيين الذين تعاطفوا شيئا فشيئا وقفوا عند عدة حقائق، ووقفوا عند أول حقيقة وقفوا عندها، وهو أن أحوالهم الاقتصادية الاجتماعية لم تتغير بل ساءت عما كانت عليه في السابق. البطالة تفاقمت، الفقر تفاقم، غلاء الأسعار شيء لا يطاق، في نفس الوقت أيضا ندرة المواد الأساسية، بدأوا شيئا فشيئا يدركون أن قيس سعيد يطلق شعارات ولكن هذه الشعارات لا يقابلها منجز في الواقع، بل بالعكس يقابلها إغراق تونس في مزيد التبعية، في مزيد الفقر، وفي مزيد إغراق الشعب في مزيد التجويع، وخاصة الإغراق تونس
في نظام مستبد يذكرنا بالنظام السابق، بل وربما يحمل معه أشكال أسوأ وأفظع. ولهذا نحن قلنا في حزب العمال وحتى أيضا في تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية أننا مطالبون بالعمل مع شعبنا من أجل يعني إقناعه ومن أجل لفه حول برنامج إنقاذ سياسي واقتصادي واجتماعي حقيقي، لأن ديمقراطية حقيقية وحرية وعدالة اجتماعية لا يمكن تحقيقها لا بقيس سعيد ولا معه، وإنما بالنضال ضده وعلى أنقاض منظومته الشعبوية الاستبدادية الفاشلة والفاسدة والتي تهدد الأخضر واليابس في تونس. شكرا جزيلا السيد حمل همامي أمين عام حزب العمال التونسي، كنت معنا عبر الإنترنت مباشرة من تونس، لك جزيل الشكر. وينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس أحمد الهمامي الناطق باسم تحالف أحرار. سيد أحمد، قوات الأمن أو الأمن التونسي منع أو لم يوافق لجبهة الخلاص على التظاهر يوم الأحد المقبل، لماذا يرفض أو ترفض الأجهزة الأمنية التونسية قرارا بالتظاهر السلمي ما دام ذلك ضمن إطار الحفاظ على حرية الرأي والتعبير وتعبير المعارضة عن أفكارها وآرائها؟ شكرا لك ولكل متابعيك أخت حياة. فقط تعقيبا على السيد حمل همامي، كنت أسمعه جيدا، أنا أستغرب من السيد حمل همامي ما يقوله، لأنه كان من أشد المعارضين لحركة النهضة وأتباعها، وكان من أوائل من نادوا في الشوارع لمحاسبة حركة النهضة ومحاسبة العشرية السوداء بما وصلته البلاد في عشرية سوداء. أتمنى أن يراجع هذا الرأي وينضم إلى جحافل الشعب الذي ينادي بالحرية ومحاسبة كل من أجرم في حق التونسيين. نعم، ولكن ضيفي بما أنه لم يعد معنا وما أننا شكرناه لم يتحدث بأي نوع من أنواع التراجع عن ما قاله فيما يتعلق بضرورة المحاسبة، ولا تحدث عن دعمه لحركة النهضة. الرجل كان واضحا في مسألة أنه يطالب باستعادة دولة الديمقراطية، وفي اتهاماته للرئيس التونسي قيس سعيد بأنه جاء لتصحيح الثورة ثم انقلب عليها وحولها إلى ديكتاتورية أقرب إلى السلطان كما قال نصا عما قاله. فهو لم يتراجع عن مواقفه، بالعكس هو انتقد التحول الذي حدث في موقف الرئيس قيس سعيد وتخليه عن وعوده بتصحيح الثورة. شكرا لك مرة أخرى. لما نعود إلى ما قام به الرئيس قيس سعيد من يوم 25 جويلية عندما وضع خريطة طريق واضحة للخروج من الحالة الاستثنائية، وقريبا إن شاء الله متوقع يوم 20 مارس الجلسة الأولى للبرلمان وسنخرج من حالة استثنائية وتعود إلى دوليب الدولة العادية، تونس دولة ديمقراطية. وأحسن دليل للديمقراطية أنهم كلهم يتظاهرون وكلهم في حماية الأمن وكلهم يعني يعبرون عن آرائهم، ولم يسجن أي شخص من أجل تعبيره عن رأي، بل كل من موجودين اليوم في الإيقافات هم تلاحقهم شبهات فساد، خلينا نقول، أو شبهات بالتآمر على أمن الدولة. إشارة بسيطة وتلميحا بسيطة للناس اللي تفرج فينا، الذي تم إيقافهم لم يوقفهم قيس سعيد. قيس سعيد هو رئيس للجمهورية. نعم، ولكن كافة الاعتقالات التي وقعت على مدار الأسابيع الماضية سيد أحمد كانت بدعوى قانون الإرهاب والتهم الموجهة لهؤلاء، سواء جوهر بن مبارك، سواء شيماء عيسى وغيرهم من الأسماء الكثيرة التي تم اعتقالها على مدار الأيام أو توقيفها على مدار الأيام الماضية، جميعهم وجهت إليهم تهم متعلقة بالتآمر على الدولة، بالتآمر على أو الإساءة شخص الرئيس، لم يوجه لأي منهم ولا تهمة فساد واحدة. شكرا لك مرة أخرى. الذي وجه لهم التهمة ليس قيس سعيد وإنما القضاء التونسي، والذي تم إيقافه النيابة العمومية عندما تجد في الأبحاث الأولية شبهة جديرة بأن يتم الاحتفاظ بالشخص فتحتفظ به، وإن لم تكن الشبهة قوية فلا يحتفظ به في السجن. إذن النيابة العمومية تقوم بدورها
أنها نعم، ولكنك لم تجب سيد أحمد عن ما قلته بأن جميع من قبض عليهم قبض عليهم الأجهزة العدلية وما إلى ذلك، ولكنك قلت إنهم جميعهم وجه إليهم تهم فساد. لم يوجه لأحدهم أي تهمة فساد، بل استخدمت المادة المتعلقة به أو الفصل المتعلق بالإرهاب، وجهت إليهم تهم بالتآمر، وجهت إليهم تهم فحواها جميعها سياسي. يعني ماذا سياسي؟ التآمر على أمن الدولة الغذائي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وعلاقات بسفارات. نحن اليوم نراها على صفحات الفيسبوك بعض المحاضر وبعض التسريبات نشروها محامين المتهمين. نعم عزيزي، أنا أسألك عن ما قلته بشأن الفساد. يعني يبدو أن لديك معلومة بأنهم إما أنهم ارتكبوا فساد، وأنك لديك معلومة بالتهم الموجهة إليهم. ما نعرفه من محاميهم جميعا أنه لم توجه إليهم تهم بالفساد. لا، هناك حبيب اللوز كما اشرتم في التقرير نحو تهم ماليه. التهم الماليه هي الفساد في الاموال العموميه. السيد المؤخر يعني في حاله ايقاف في سبب المعلومات التي وصلتنا من اجل تكوين الشرطه البيئيه وسيارات المهندرة التي طرحها في السوق. يعني هناك من اسباب معناها فساد مالي واداري، وهناك من تتعلق به شبهات التآمر من اجل التآمر على امن الدوله الداخلي والخارجي، وهناك من توجه له تهم التآمر. بالطبع سننتظر نتائج هذه التحقيقات سيد احمد الهمامي، وسنعرف مزيدا من التفاصيل المتعلقه بها. شكرا جزيلا لك. نعم، شكرا جزيلا لك سيد احمد الهمامي، ناطق باسم تحالف احرار، كنت معنا عبر الانترنت من تونس، لك جزيل الشكر. نبقى